تستمر هيئة البحرين للسياحة والمعارض باستقبال السفن السياحية في ميناء خليفة بن سلمان، وذلك ضمن موسم السفن السياحية الجديد لعام 2023-2024. وشهدت هذه الفترة وصول كل من سفينة MSC كروز وإيديا كروز وغيرها من السفن السياحية الأخرى والسفن الفخمة التي تستهدف فئة رجال الأعمال. ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير المنتج السياحي والتسويق لمملكة البحرين كوجهة سياحية خاصة في قطاع السفن السياحية، نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض موسم السفن السياحية. من استراتيجية الهيئة السياحة هيئة البحرين للسياحة والمعارض ان احنا نطور المنتج السياحي وان احنا نسوق المملكة كوجهة سياحية رئيسية للقطاع السفن السياحية، تسهيل دخول للمسافرين من منفذ البحرين. بدينا الموسم السياحي في اكتوبر وبينتهي في ابريل، فلله الحمد علينا طلبات كثيرة وعندنا كولات وايد بتينا هذه السنة، والسنة الجاية بعد بتكون أكبر وأكبر إن شاء الله. هذه ما تكون آخر رحلة، تكون يعني رحلات مستمرة فيها الكروز، والأحلى إن احنا وصلنا البحرين، هذه أحلى شيء. كما أعدت الهيئة برامج عدة للسياح بعد وصولهم مباشرة من السفن السياحية إلى زيارات متنوعة إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية في مملكة البحرين، إلى جانب الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية. الكروز كلش كبيرة، هاي أول مرة بالكروز، ويعني كبيرة وحلوة، بس المسابح حلو. وأنا أكثر إشي بحبه عن الكروز هو المسابح، وكل في كتير أشياء حلوين. وكمان البحرين، أنا أكثر إشي بحبه عن البحرين إنه يعني فيه جو حلو، وإنه يعني كتير أشياء حلو فيه. يمكن كانت بحرين. جئت إلى البحرين مع عائلتي وأحفادي على سفينة MSC، وهي سفينة كبيرة، وتعتبر هذه المرة الأولى لنا في البحرين، ونتطلع لزيارة الأماكن فيها، فنحن سعداء بالتعرف على هذه البلاد وثقافتها الجديدة بالنسبة لنا. يأتي موسم السفن السياحية الجديد 2023-2024 بهدف دفع النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السياحة البحرية في مملكة البحرين، ولإطلاع الشركات السياحية البحرية العالمية على المزايا التجارية التي يمكن أن تستفيد منها عبر التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة في مواني المملكة.